موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر، ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر. وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك. كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو استلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذ ذلك منها. فمن هذه صفته وحاله؟ كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي بل هم مخلوقون مصنوعون، كما قال الخليل: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. يقول ثم قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديهم
ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر تعالى عنهم، كما أخبر تعالى عنه في قوله فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكما كان معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح والد معاذ، وكان سيدا في قومه، كان له صنم يعبده ويطيبه، فكان يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة بالفضلات بالبراز، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرن معه جرو كلب ميت، كلب صغير ميت، حتى أخذاه مرة فقرن يعني جمع معه جرو كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وقال تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو الكلب جميعا في قرن. مستدا يعني يكون لك سدنا يراعون شأن عبادته. ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. وقوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن دحاها. دحاها يعني سواها، يعني كسرها، لم يجعلها قائمة، كما قال إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يقول ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها،
أي مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها، لأنها تسمع وتبصر وتبطش، البشر يعني، الأناسي عن الناس، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين، واجهدوا جهدكم. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال أبو جعفر يقول جل ثناؤه لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان موبخهم على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام: إن الذين تدعون أيها المشركون آلهة من دون الله، تدعون آلهة يعني تسمونها، تدعونها على أنها آلهة من دون الله، وتعبدونها شركا منكم وكفرا بالله، عباد أمثالكم. يقول: هم أملاك لربكم كما أنتم له مماليك، فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم، فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم. فإن لم يستجيبوا لكم لأنها لا تسمع دعاءكم، فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضر، لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سئل سمع مسألة سائله وأعطى وأفضل، أفضل عليه يعني أعطاه فضلا من العطاء، ومن إذا شكي إليه من شيء سمع فضر من استحق العقوبة ونفع من لا يستوجب الضر. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام من دون الله: معرفهم جهل ما هم عليه مقيمون. الأصنام، يقول: ألأصنامكم هذه أيها القوم أرجل يمشون بها فيسعون معكم ولكم في حوائجكم ويتصرفون بها في منافعكم، أم لهم أيدي يبطشون بها فيدفعون عنكم وينصرونكم بها عند قصد من يقصدكم بشر ومكروه؟ أم لهم أعين يبصرون بها فيعرفونكم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه؟ أم لهم آذان يسمعون بها فيخبرونكم
بما سمعوا دونكم مما لم تسمعوه. سبحان الله، هذه الأوثان على شكل يعني يجعلون لها وجه وأعين وأذن ويد ورجل، ولكن أيدي أرجل لا يمشون بها، وأيد لا يبطشون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، لأنها حجارة لا حقيقة لحياتها. يقول جل ثناؤه: فإن كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه الآلات التي ذكرتها، والمعظم من الأشياء إنما يعظم لما يرجى منه من المنافع التي توصل إليه بعض هذه المعاني عندكم، فما وجه عبادتكم أصنامكم التي تعبدونها وهي خالية من كل هذه الأشياء التي بها يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع الضر؟ وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني. قل يا محمد لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان: ادعوا شركاءكم الذين جعلتموهم لله شركاء في العبادة ثم كيدون أنتم وهي فلا تنظرون. يقول: فلا تؤخروني بالكيد والمكر، ولكن عجلوا بذلك. يعلمه جل ثناؤه بذلك أنهم لن يضروه، وأن الله قد عصمه منهم، ويعرف الكفرة به عجز أوثانهم عن نصرة من بغى أولياءهم بسوء. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للمشركين من عبدة الأوثان إن وليي الله. نصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الكتاب علي بالحق، وهو الذي يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه، وهو يتولى الصالحين. قال ابن كثير في هذه الآية: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي الله حسبي وكافي، وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ، وهو وليي في الدنيا والآخرة، وهو ولي كل صالح بعدي. وهذا كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكقول الخليل عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين.
وكقوله لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.